طلاب صف اللغة العربية يريدونكم أن تجيوا وتدرسوا معهم اللغة العربية. في صف العربية في جامعة ولاية أيوا، الطلاب يعيشون بكلمات ثلاث: صداقة وحب واحترام. هذا بعض ما يقوله الطلاب عن صفهم. هذا الكتاب الأحسن للدراسة اللغة العربية في العالم. عما عدا كل كتب أخرى في العالم. ليس الأحسن، ولكن شوف الصور جميلة فيها. أستطيع أن أرسم صور أحسن من هذا. يساعدونا في الواجبة. شوف هذا. هل هذا الدرس فيها قادمين حتى؟ صعب، ولكن الكتاب ما درسنا اليمين أو اليسار بعد. هذا الدرس 13. ليس الأحسن، ولكن فيها الكثير من المفردات لكل يوم. مثال الأمام أو متحدة أو قبول أو مواتف السفر إلى المصر وفي الشارع وأقول أني مكتب قبول المواتفين في الأمام المتحدة. أهلا اليمين. هذا شو يا شباب؟ أين واجبكم؟ هل عملتم الواجب اليوم؟ أستاذ غنم، ممكن تشرحي لي كيف كانت الحياة في سوريا؟ ما راح نعمل واجبة. مو فاكر كان عندنا واجبات؟ أستاذ غنوة، هل نقول كان عندنا ولا كنا عندنا؟ أي واحدة صح؟ يا أحمد، كان يا ما كان في قديم الزمان عشت في بلد إيران في مدينة طهران. صح. عملت واجبي؟ والله كان عندنا واجب؟ طبعا يا أحمد. والله ما رأيت. الله ما تعمل واجباتكم. يا مريم، هل رأيت يا البنت معنا بنيت ليلة أمس؟ أي بنت؟ سمينة بالنظارة، الله يسلمك. هل هذا هو الواجب؟ بس صراحة أستاذ غنوة، هل ناية تعمل كل واجباتها كل يوم؟ شو دخل؟ ركز يا أحمد، ركز بالدرس. هنا خذ غاموتي أيضا، تعرف ماذا يعني واجب؟ سأكون سعيد إذا نجحت في هذا الامتحان. متى كان الامتحان؟ كان بالامتحان يا بيتر. كيف كان امتحانك يا سامي؟ فظيع، أنا فشلت لأن عيني كلمة واحدة خطأ. أنا حصلت على 98%. أين واجبكم يا ماريا وسامانثا؟ اليوم هذا هو المرض لم نعمل واجبنا. يا حبيبي، خذوا صورة واجبكم وأرسلوها لي هذه الليلة لنصف درجة فقط. هنا خذوا بعض الحلويات. بله، ما خيلي خوشحال شديم شما تشوفوا مودين بكلاس ما، خيلي ممنون. هذا ليس عربي يا أحمد. في السنة الماضية قابلت تقريبا كل طلاب العرب في هذا الجامعة، لأنه عندما تقابل واحد منهم تقابلهم كلهم. أنا قابلت طلاب من دول العرب أنهية. في البداية ما فهمنا بعضنا البعض، ولكن مع الوقت أصبحنا أصدقاء جيدين، وهم أصبحوا مثل إخوتي. هم دائما هنا لمساعدتي ويشجعوني على أن أعمل حسن في صف العربية، ويتكلمون معي باللغة العربية فقط. السلام عليكم، أنا أحمد، واحد من الطلاب في هذا الصف العربي. أنا ما كنت أعرف شيء عن الفصحى عندما أتيت إلى هذا الصف، وظن أن هذا الفرصة كانت ممتازة
لأنني تعلمت عن هذه اللغة الجميلة وخاصة على العالم العربي. بالإضافة أظن أن الآن أستطيع أن أقرأ الجرائد العربية. وفي هذا الصف ضحكنا كثير وأيضا تعرف عن زملائي وثم أصبحنا أصدقاء. شكرا لك. أردت أن أدرس اللغة العربية لأنني أردت السفر إلى الدول العربية مثل مصر وسعودية. في الفصل الثاني من دراستي للغة العربية التحقت بالطلاب العرب وقابلت الكثير من الطلاب من الدول العربية. كانت أحسن تجربة عندما أصبح عندي أصدقاء. نعمل الكثير من الأنشطة معا مثل الأمشي في الحديقة وأصحاب إلى المطاعم ونشاهد الأفلام ونشارك في الكثير من الأعمال الخيرية. الآن أستطيع أتكلم باللغة العربية لأسافر للدول العربية. اسمي نيك. درست اللغة العربية منذ سنتين. قلت الجمعة أنني لازم أدرس لغة سنة واحدة، ولكن بعد أن درست اللغة العربية أنا أحبها جيد جدا. اثنين من أصدقائي يتكلمون اللغة الإسبانية، ولكن العربية جميلة أكثر. إذا كان ممكن سأدرس العربية في المستقبل. شكرا. مرحبا، أنا بيتر بنزاني. بعد إخراج هذا الفصل سأذهب إلى واشنطن دي سي للعمل في هندسة كمبيوتر، ولكن أريد أن أعمل في السياسية ومن ثم أدرس اللغة العربية مع أستاذ رنوى. إن شاء الله أستطيع أن أتكلم في مفابلات الأمام والمتحدة. أنا أحب الشرق الأوسع والطعام والناس والموسيقى كذلك، ولذلك أدرس بالصيف عربية. درس اللغة العربية في جامعة ولاية أيوا تساعدني على أن أصبح طالبة أحسن في كل صفوفي. إذا ما قررت أن أدرس اللغة العربية فسأكون على أن أدرس لغة مملة. درس العربية ستعطيني فرص كثيرة في المستقبل وتساعدني في أحصل على وظيفة بعد أن أتخرج من الجامعة.